خلي بالك ان انت لو قعدتي تكتمي في الحاجات اللي مضايقاكي، تكتمي في نفسك وما تعبريش عنها، ده هيأثر عليكي نفسيا وحش قوي. فحاولي تعبري عنها بالكتابة، او حتى تتكلمي مع نفسك او تسجلي لنفسك، علشان ده بيخرج الطاقة السلبية منك، بتقومي من الحالة دي. لكن لو فضلتي تكتمي في نفسك وما تعبريش عن نفسك، ده بيأثر عليكي وحش. فحاولي تعبري عن نفسك، خلي بالك.